ازيكم عاملين ايه؟ خلاص فاضل ايام معدودة وتخلص سنة 2020، وكانت سنة صعبة على معظم الناس على الكوكب كله اعتقد بسبب فيروس كورونا. ناس خسرت شغلها، ناس خسرت حد عزيز عليها، بس هنقول برضو ان الحياة ما بتقفش على حاجة. الحمد لله اللي احنا مكملين لسه لحد دلوقتي، وان شاء الله هندخل سنة جديدة ترجع الحياة لطبيعتها زي ما كانت. دايما في كل نهاية طريق بيبقى في طريق جديد محتاج ان انت تمشي. عايز اقول لكم ان كان في زمان اوبئة وامراض واخدت ناس كتير من البشرية، بس الحياة عدت واستمرت، ولازم نبص للي جاي بطاقة ايجابية. محدش ييأس، اللي ساب شغله ربنا هيعوضه، اللي كان حلمه يحقق حاجة وتأخرت عليه ما ييأس، ربنا كبير وربنا هيعوضنا كتير، وان شاء الله هندخل سنة جديدة بدون اي مشاكل، وكل اللي كان نفسنا فيه نقدر ان احنا نعمله هنعمله ان شاء الله في سنة 2021. مش عايز اطول عليكم، بس انا حبيت اقول كلمتين دول في بداية الفيديو. يلا بينا هنطلع روستافيلي دلوقتي ونشوف شكل الشارع والتزيين والشجرة اللي معمولة هناك وحاجات عاملينها كده حلوة في الشارع. الحاجات دي بتتعمل كل سنة على فكرة هنا في جورجيا من اول شهر ديسمبر لحد اخر شهر يناير. الانوار والزينة والحاجات دي بتبقى موجودة في الشوارع، فيلا بينا نتفرج على الحاجات دي عاملة ازاي. جايين نشرب قهوة من هنا قبل ما نطلع على روستافيلي، بس تيك اواي طبعا. اول امنية ليا في 2021 ان انا ما استخدمش الماسك ده تاني. جبنا القهوة نقعد في البارك هنا نشرب القهوة، وبعد كده نطلع نصور روستافيلي ونشوف شكل الشارع في روستافيلي عامل ازاي. طبعا هي تبليسي كلها معمول فيها اضاءات وانوار وزينة عشان الكريسماس، بس احنا طالما جنب روستافيلي يبقى نصور النهاردة روستافيلي. صدق اللي قال في كل خطوة بارك. زي ما قلتلكوا في الفيديو اللي فات، هنا في جورجيا كل خطوة هتلاقي بارك، ودي حاجة جميلة جدا انا عن نفسي مبسوط بيها قوي. اماكن خضراء، كراسي، بتقعد بتشم هوا نضيف، بتستمتع بالمناظر الجميلة. حاجة الصراحة برافو على الدولة هنا. على فكرة اللي في الارض ده ورق الشجر، دي مش زبالة، ده الموسم بتاع تساقط ورق الشجر. كل يوم الصبح بيتشال الورق اللي وقع عشان محدش يقول لي دي زبالة. البلد هنا نضيفة جدا. وكلاب الشوارع هنا جميلة وفي حالها خالص وما بتأذيش اي حد زي ما انت شايفين كده. حاولنا نطير الدرون بس ما قدرناش نطلع بيها لفوق، الهوا جامد جدا النهارده. زي ما احنا شايفين الناس شغالين اهم. شوارع جورجيا كلها بالليل بتبقى منورة، بس طبعا في حظر بعد الساعة 9 بالليل هنا، فالواحد مش قادر يصور الكلام ده. بس ليلة 31 اللي هي ليلة راس السنة مش هيبقى في حظر، فالواحد هينزل ويصور الشوارع عاملة ازاي وهيصور الاحتفالات والكلام ده كله. بس عايز اقول لكم ان شكل الشوارع بالليل بيبقى حاجة جامدة جدا. خلينا نقول ان برضو اجواء الاحتفالات مختلفة السنة دي. الناس خايفة تنزل عشان بعد الساعة 9 هنا في حظر تجوال وغرامته 700 دولار، والمحلات كلها يعتبر قافلة. فيش بس غير الصيدليات والمطاعم والماركت هو اللي شغال. طبعا المطاعم شغالة بس ديليفري او تيك اوي. دولة هنا زينت الشوارع زي ما بتزينها كل سنة، وهيبقى في ليلة 31. طبعا مش هيبقى في حظر تجوال عشان الناس تحتفل، وان شاء الله سنة 2020 هتخلص بسلبياتها وايجابياتها وهنستقبل سنة جديدة ان شاء الله تبقى سنة جميلة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
سلام.